شروط صحة الصوم، فالذي ذكرناه سابقا هو شرط الوجوب، يعني متى يجب عليك الصوم؟ إذا كنت كذا وكذا وكذا. هذه المسألة بخلاف الأولى أدق منها، متى يصح منك الصوم، متى يصح منك الصوم، أو ممن يصح الصوم، لأن الذي يتعلق بشروط الوجوب مفهومه أنه لا يجب عليك لكن إن فعلته فيصح منك. فمثلا غير البالغ إذا كان مميزا من شروط الوجوب أن يكون بالغا، فلو صام وهو لم يبلغ صومه صحيح، صومه صحيح لكنه لا يجب عليه. شروط صحة الصوم هنا تأتي بمعنى آخر، أنه إذا صام هذا الشخص هل يصح منه أو لا يصح، وهذا يتضح من خلال سرد شروط الصوم. فمن شروط صحة الصوم الإسلام، وقد ذكرناه في شروط الوجوب وهو أيضا من شروط الصحة، فالكافر لا يصح منه الصوم حتى لو صام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العقل، وهذا يشترك مع المسألة الأولى، فلو صام المجنون لم يصح منه الصوم لأنه يفتقر إلى العقل. الشرط الثالث البلوغ، يمكن يكون هكذا يعني الذي لم يبلغ لا يصح منه الصوم كذا؟ لا لا، لأن ذلك من شروط الوجوب، فلو صام غير البالغ فصومه صحيح. نقول لا، هناك شرط آخر وهو انقطاع دم الحيض والنفاس في حق المرأة، بمعنى أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا فإن الصوم لا يصح منها، لا مجرد أن نقول لا يجب عليها بمعنى أنها لو صامت فصومها صحيح، نقول لا، لا يصح حتى لو صامت، وهي وإن كانت مسلمة وعاقلة وبالغة ومقيمة غير مسافرة لكن الصوم لا يصح، لا يصح منها. لماذا؟ لافتقارها إلى شرط من شروط الصحة وهو الطهارة من الحيض أو النفاس، من الحيض أو النفاس. هذا إذن هذان شرطان بالإضافة إلى الشرطين الأولين، هذه أربعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث انقطاع دم الحيض، الرابع انقطاع دم النفاس. الشرط الخامس هو النية، بمعنى أن الصوم لا يصح بدون نية، فلو صام الشخص بدون نية يعني نام من طلوع الفجر وما استيقظ إلا بعد غروب الشمس، فهذا لم يأكل شيئا من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل يصح صومه؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي بهذا الإمساك الصيام، والصيام يفتقر إلى نية، لأننا قلنا في تعريفه هو الإمساك بنية أو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، وهذا مفتقر إلى النية. إذن لابد لصحة الصوم من النية، لابد لصحة الصوم من النية. وسيأتي في أحد الأحاديث القادمة إن شاء الله ما يتعلق بنية صيام رمضان والفرق بينها وبين صيام النفل، وسيأتي بيانه، لا نستعجل ذلك. إذن هذه هي شروط صحة الصوم، شروط صحة الصوم.